بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده نبتدي مع بعض تاني جزء في موديول الماسكولوسكيليتال سيستم الا وهو البون، وتعالوا نشوف مع بعض ازاي ربنا هيأهله عشان يقدر يقوم بالوظيفه بتاعته. ونقول الاجنده النهارده بتاعتنا هتكون عباره عن ايه. اول حاجه هنتكلم عن الكومبوننتس بتاع البون، البون بيتكون من ايه. تاني حاجه انواع البون وكل نوع موجود فين بالظبط. وتالت حاجة هنتكلم عليها البون جروث، نمو البون، ازاي البون بيزيد في الطول وازاي بيزيد في العرض. ورابع حاجة هنتكلم عليها لو حصل فراكتشر او كسر في البون، قدرة البون على الالتئام بيبقى شكلها ايه وازاي بيحصل هيلينج او التئام للكسور. خلينا كده مع بعض ونقول ان البون زيه زي الكارتج بيعتبر modified type of connective tissue. فيعني ايه ان هو نوع من انواع الconnective tissue؟ يعني بيتكون من نفس مكونات الconnective tissue اللي هي كانت عبارة عن ايه. ها تاني نعيد ونزيد، عبارة عن ارضية كان اسمها ground substance، عبارة عنها عواميد خشب وحديد اللي هي عبارة عن الفايبرز، وعبارة عن الزلط والطوب اللي كنا نقول عليهم السيلز. وكنا بنقول على الفايبرز مع الجراوند سابستنس على بعض اسمهم ماتريكس أو مصفوفة اللي هتتصف عليها الخلايا. يبقى إذن البون بما إنه هو نوع من أنواع كونكتيف تيشو يبقى هيبقى فيه ثلاث مكونات دول، إلا إن هو نوع حصل فيه تعديل زي الكارتليج. تعديل إزاي؟ إن الماتريكس بتاعته أو المصفوفة بقت هارد، بقت جامدة، بقت ناشفة. ها ولو تفتكروا إن الكارتليج كان برضو موديفايد تايب، إن الماتريكس فيه بقى إيه؟ بقى فيرم، وقلت لكم وقتها إن الفيرم درجة أقل شوية من إيه؟ من الهارت. طيب عشان نعرف هو إيه وظائف البون؟ البون له وظائف متعددة، من أهمها إن هو مسؤول عن اللوكوموشن أو الحركة، بما إن البون ده بيكون الهيكل بتاعك. تاني حاجة ان هو بيعمل بروتكشن او حماية للفيتال اورجانز اللي متحوطة بالبون، زي مثلا البرين بيبقى متحوط بالايه؟ بالعظم بتاع السكال، زي الهارت واللنج بيبقوا متحوطين بالايه؟ بالثوراسيك كيج. تالت حاجة ان له ميتابوليك فانكشن، ازاي؟ ان البون بيعتبر مخزن للمعادن اللي من اشهرها الكالسيوم والفوسفيت. طيب تعالوا مع بعض ونبتدي في أول جزء عندنا اللي هي مكونات البون. وزي ما قلنا إن البون بيتكون من مصفوفة ألا وهي البون ماتريكس. يا ترى البون ماتريكس بيتكون من إيه؟ إحنا قلنا إن الماتريكس عبارة عن ground substance مع fibers. هنا بيبقى فيه شوية اختلافات كده في التكوين بتاع الماتريكس، في مكونات الماتريكس. إزاي؟ هنقول ان الماتريكس اولا بيتكون من ووتر بنسبة حوالي 25% من الوزن بتاع البون. طب الووتر دي انا محتاجاها في ايه؟ الووتر ده بيشتغل كوسط، الوسط ده بيسمح بتبادل المعادن ما بين البلد وما بين المصفوفة بتاعة البون. من اشهر المعادن دي يا شباب الكالسيوم. لو حصل ان مستوى الكالسيوم في الدم عندك قل، فاللي بيحصل ان الكالسيوم بيبتدي يتحرك من البون، ها من الماتريكس بتاع البون، ويروح على البلد عشان يخلي مستوى الكالسيوم في البلد نورمال. ولو الكالسيوم عندك في البون قل، بيبتدي الكالسيوم يتحرك من البلد ويروح على المصفوفة او الماتريكس بتاع البون. فاذا الووتر اللي موجودة هنا عملت وسط، او هي اشتغلت كوسط ميديوم بتسمح بايه؟ بتبادل الايونات، او سوري بتبادل المينيرالز، ها عليها حركه المينيرالز عليها ما بين ايه؟ ما بين البلد وما بين الماتريكس بتاع البون. تاني مكون للماتريكس بقول عليه الان اورجانيك كومبوننت، وده حاجه جديده هنا، ها ظهرت عندنا في البون، ما كناش بنقول فيها او عليها في الكونكتيف تيشو او في الكارتليج. ايه الانورجانيك كومبوننت ده؟ الانورجانيك كومبوننت ده بيمثل حوالي 45% من الويت بتاع البون. والانورجانيك كومبوننت دي عباره عن المينرالز، المعادن اللي موجوده. اللي اشهرها ايه؟ الاشهرها الكالسيوم.
والكالسيوم بيبقى موجود على هيئة يا كالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونيت، يعني هو بيبقى موجود على شكل كالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونيت. خلينا أقول لك إن الكالسيوم فوسفيت ده بيبقى موجود في البون على شكل كريستالات، كريستال بسمي الكريستال دي هيدروكسي أباتايت كريستال. والكريستالز دي يا شباب بلاقيها فين في البون؟ بلاقيها مترصصة على ايه؟ على الفايبرز بتاعة البون، اللي احنا هنعرف بعد كده ان الفايبرز دي عبارة عن الكولاجين فايبرز. فادي الكولاجين فايبر بتاعتي بيبقى مترصص عليها الكريستالات بتاعة الكالسيوم اللي هي عبارة عن الكالسيوم فوسفيت. وزي ما قلنا الكالسيوم بيبقى موجود على شكل كالسيوم فوسفيت وعلى شكل كالسيوم كربونيت. طب يا ترى في معادن تانية؟ في ايونات تانية؟ والله انا عندي في ايه؟ عندي في صوديوم، عندي في مغنيسيوم، عندي في فرس او حديد. خلينا اقول لك ان الان اورجانيك كومبوننت ده هو اللي مسؤول ان البون يبقى هارد. هارد يعني بقى ايه؟ يبقى صلب، جامد، ناشف. عشان كده لو حصل ان الكالسيوم اللي في البون ده اتشال ازاي؟ يعني اتشال بحاجة اسمها كيليتنج ايجنت. كيليتنج ايجنت دي بتشيل الكالسيوم من البون. او لو الكالسيوم في البون قل، ايه اللي هيحصل؟ قولي عكس هارد ايه؟ ها عكسها سوفت. عكس جامد ايه او ناشف؟ عكسها ها طري. عكس ايه الصلب؟ هيبقى ايه؟ هيبقى طري. فاذا هيحصل ان البون ده بيحصل فيه ايه؟ سوفتنس، بيبقى طري. فلو حصل ان الكالسيوم ده بقى سوفت، انا اسفه، لو حصل ان البون ده بقى سوفت نتيجه لديكريز للكالسيوم، لو حصل في طفل بيحصل حاجه اسمها ريكتس او اللي بسميه كساح. لكن لو حصل ان الكالسيوم ده قل في الادلت وبقى البون سوفت بيحصل حاجة اسمها اوستيوماليشيا. خلينا كده نشوف مع بعض الريكتس او الكساح. الكساح ده عبارة عن ايه؟ الكساح ده بيحصل في الاطفال نتيجة لنقص الكالسيوم. البون بتاعهم زي ما قلنا نتيجة لنقص الكالسيوم بيبقى سوفت، بيبقى طري. فاللي بيحصل ان الطفل ده مجرد ما بيبتدي ان هو يمشي فبالتقل او الوزن بتاع جسمه ها بيجي على البون اللي هي شايلة الوزن اللي هي بتاعت اللور ليمب. فايه اللي بيحصل؟ ها وزن جسمه بيجي تقله كله على البونز دي، فالبون دي مالها؟ سوفت، بقت طرية، فتقوس بالمنظر اللي انت شايفه ده. فالتقويسة دي هو ده ايه اللي بنقول عليه ايه؟ الريكتس. حتى انت كده لما تبقى ماشي مثلا رجليك تعبانة ها وماشي مقوس كده، بقولك ايه انت مالك ماشي متكسح كده، اللي هو ايه؟ كساح، الريكتس، لانك ماشي مقوس رجليك كده زي اللي عنده ايه؟ عنده كساح. طيب بس خلي بالك لو الكالسيوم ده قل في الأدلت والبون بقى سوفت بيحصل الاوستيوماليشيا، والاوستيوماليشيا اكتر حاجة بتبان في العمود الفقري. فتلاقي ان الفيرتيبرال كولم اللي حصل له بقى سوفت فقوص بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. اتفقنا يا شباب؟ نروح لتالت كومبوننت للبون ماتريكس اللي هو عبارة عن الأورجانيك كومبوننت اللي هو بيمثل حوالي 30% من البون ويت. والأورجانيك كومبوننت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكلام اللي احنا كنا بناخده كل مرة، اللي هو يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأرضية بتاعتي اللي هي عبارة عن الجراوند سابستنس. والجراوند سابستنس دي كانت بتتكون من نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، فرش ايه؟ ها فرش تنظيف الازاز اللي هي البروتشوغلايكان، اللي هي كانت بتعمل ايه يا شباب؟ او بتتكون من ايه؟ بتتكون من عصايه في النص كده كنت بقول عليها ايه؟ ها بروتين، وطالع منها الشعر اللي في الجناب ده اللي كان اسمه جلايكوزامين وجلايكانز، اللي منه كوندرويتين سلفيت وكيراتان سلفيت. ها وبيجي كذا بروتيوغلايكان يجي يمسك في مولوكيول كبير من الهيالورونيك أسيد، فيعمل لك تجمع ايه للبروتيوغلايكان في المنطقة دي كنا بنسميه ايه فاكرين في الكارتليج؟ ها
بروتشوغلايكان أجريتس. فايدة التجمع ده يا شباب فاكرينه؟ ها التجمع ده بيبقى هايلي سلفيتد، في سلفيت كتير اهو، فبيبقى نيجاتيفلي تشارجد، فبيجذب المية، فلما يجذب المية يخلي لي ايه؟ ها الجراوند سبستنس بتاعتي تبقى هايلي هايدريتد. فلما تبقى هايلي هايدريتد تسمح بايه؟ بالاكستشينج بتاع المينرالز ما بين البلد وما بين الماتريكس، وكمان تشتغل كشوك ابزوربر ممتصة للصدمات، بما ان البون بتاعنا طول الوقت متعرض لصدمات، وانت ايه؟ ها وانت ماشي، وانت بتنط، وانت بتقع، وهكذا. تاني مكون الجراوند سابستنس يا شباب فاكرينه، اللي هو عبارة عن الادهيزيف جلايكوبروتين، الجلو بتاعي، السمغ بتاعي اللي كان بيلزق الحاجة ببعضها. طيب اديني اكزامبل كده، في عندي حاجة اسمها الاوستيونكتين، وقلت لكم قبل كده ان كلمة نكتين معناها رابط، فهنا الاوستيونكتين ده هيربط ايه بايه؟ هيربط الكولاجين الفايبرز اللي عندي ها بال ها inorganic matrix. يعني ايه inorganic matrix؟ فاكرين الهيدروكسي اباتايت كريستالز اللي قلت لكم عليها، اللي هي عباره عن الكالسيوم فوسفيت اللي هي تيجي بتترسب على الكولاجين فايبرز، فالاوستيونكتين ده هيربط الكريستالز دي بالكولاجين فايبرز اللي هي قاعده عليها. طيب تعالى لتاني مكون في الاورجانيك كومبوننت، هيبقى عبارة عن ايه؟ ها هيبقى عبارة عن الفايبرز. ولما نقول بون واحنا مغمضين، يبقى انا عايزة انهي نوع من انواع الفايبرز؟ الحديد المسلح بتاع الفايبرز، الا وهو ها كولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز، انهي نوع من الفايبرز اقوى نوع يا شباب، او انهي نوع من الكولاجين اقوى نوع؟ التايب 1 كولاجين فايبرز، الحديد المسلح بتاع الكونكتيف تيشو. واكيد لان انا عايزه هنا ايه عندي؟ ها عايزه يكون في قوه موجوده في البون. وخلينا اقول لك ان الكولاجين فايبرز بتاعي هو ده اللي مسؤول ان انا لما اجي اصبغ البون الاقي ايه؟ اسيدوفيليك او ايزينوفيليك، الاقي لونه ها لون البون بينك. بينك ليه بقى بينك بالاتش اند اي؟ لان الكولاجين ده عباره عن بروتين، والبروتين بيتكون من امينو اسيد، واي امينو اسيد عباره عن يا بيزك يا اسيدك، يبقى النوع المكون للكولاجين هيبقى ايه؟ هيبقى بيزك، عشان كده بياخد الاسيدك ستين اللي هي الايوسين فيتصبغ باللون البينك. طيب يجي السؤال، هو الكولاجين ايه فايدته في البون؟ فايدته ان هو يعمل لي حاجه اسمها تنسايل سترينث. يعني ايه تنسايل سترينث؟ يعني يديني قوة اثناء التنشن. طب هو البون بيتعرض لتنشن؟ اكيد بيتعرض لتنشن. ايه هو التنشن؟ اثناء المصل كونتراكشن. كونتراكشن هي يا شباب ايه اللي ماسك في البون؟ مش المصل؟ فلما المصل بتيجي كونتراكت تنقبض، فتقوم شد على ايه؟ ها شد على البون عشان تحركه. ف البون ده لازم ايه؟ ها لازم يتحمل قوة الشد دي، لازم يكون قوي عشان يقدر يتحمل قوة الشد دي. فعشان كده بقول ان هو ها مسؤول عن التنسايل سترينث. عشان كده لو عملت ريموفل او شلت الكولاجين من البون، ايه اللي هيحصل للبون؟ هيبقى فراجايل، سهل الكسر. يعني ايه؟ عايز افهم الحتة دي. هي يا دكتورة ايمان، هو مش البون فيه كالسيوم؟ هو الكالسيوم ده مش كافي ان هو يخليه صلب وقوي؟ هقول لك لأ. لأ ازاي؟ هديك تشبيه، هو السيراميك ده صلب ولا مش صلب؟ صلب، هارد. لكن لو وقع ايه اللي يحصل له؟ يتكسر، سهل الكسر، فراجايل. عشان كده حتى لما يجي السيراميك يتعبى في صناديق يتكتب عليه من بره ايه؟ فراجايل. الازاز صلب ولا مش صلب؟ صلب، لكنه فراجايل، سهل الكسر، لما يقع يتكسر. فاجي اسالك، هو البون صلب ولا مش صلب؟ هارد ولا مش هارد؟
هارد، فعلا هو جامد ناشف. تمام معاكي، ها نتيجة لوجود الكالسيوم. لكن أنا مش عايزة يبقى هارد زيه زي مين؟ ها زي وزي السيراميك، لما يقع يتكسر، أنا مش عايزة كده. فعشان لما يجي البون يقع ما يتكسرش بسهولة، يبقى مين اللي حيخلوه ما يتكسرش بسهولة؟ الكولاجين اللي موجود، الكولاجين اللي موجود. يبقى خلينا كده نتفق مع بعض ونعمل معادلة ونقول إن البون بتاعي ها بيبقى hard and strong، hard صلب جامد ناشف وفي نفس الوقت قوي. مين اللي مسؤول عن إن هو يبقى hard ها جامد وناشف؟ الكالسيوم. مين المسؤول عن إن هو يبقى قوي؟ ها الكولاجين، الكولاجين. يبقى إذن البون بتاعك ليس مثله مثل السيراميك، ليس مثله مثل الإزاز. البون بتاعك ربنا خلقه لك هارد لكنه في نفس الوقت سترونج، نتيجة لوجود الكالسيوم مع الكولاجين. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا؟ طيب تعالى نروح بعد كده، بعد ما خلصنا البون ماتريكس، ونروح ل مكون جديد من مكونات البون، ألا وهو البون كافرينجز، الأغطية اللي بتغطي البون. هو البون لغطه؟ ده لغطيين. إيه الغطيين دول؟ خلينا أقول لك إن دي لو جينا كده دي عبارة عن لونج بون اللي انت شفتوها في الأناتومي. اللونج بون دي بتبقى عاملة زي الأسطوانة، بيبقى ليها وول من بره وبيبقى ليها تجويف من جوه. الأسطوانة بتاعتي دي بيبقى ليها غطا محوطها من بره، الغطا اللي من بره ده بسميه بيري أوستيوم. واحنا خدنا كلمة ايه بيري حاجة قبل كده اللي هي ايه البيري كوندريوم، وقلنا ان بيري معناها أراوند وأوستيوم يعني بون، يعني ده الغلاف اللي محوط البون من بره زيه زي كده ايه الكبسول بتاع الأورجان. وكمان ها بيبقى البون له غطا من جوه. غطا من جوه ايه؟ يعني غطا من جوه محوط لك التجويف اللي جوه. هو ايه التجويف اللي جوه البون ده يا شباب؟ الماسوره اللي جوه دي، دي عباره عن ها الميدلري كافيتي، البون مارو كافيتي، الكافيتي اللي فيه النخاع بتاعك اللي بسميه النخاع العظمي. فإذا البون له غطا داخلي من جوه ها بيبقى محوط البون مارو كافيتي ده. الغطا اللي من جوه ده بسميه اندوستيوم، وكلمة اندو يعني داخلي واستيوم يعني بون، يعني ده الغطا الداخلي. يبقى إذا أقدر أقول إن البون له غطيين، غطا من بره خارجي بيري أوستيوم، وغطا داخلي من جوه اللي هو عبارة عن الإيه ها الغطا اللي محوط البون مارو كافيتي. وما بين الغطيين البيري أوستيوم والإندوستيوم بيبقى موجود جوه إيه البون تيشو زي ما هنشوف بعد شوية. طب تعالى نشوف البيري أوستيوم بتاعنا. زي ما قلنا البيري أوستيوم بيبقى زيه زي البيري كوندريوم، الغطا الخارجي بتاع البون، وبيتكون برضو زي البريكوندريوم من طبقتين. فاكرين الطبقتين يا شباب بتوع البريكوندريوم؟ اللي هما الأوتر فايبرس لير اللي هي الطبقة دي، والإينر فاسكولر اند سيلولر لير، زيه زي ايه ها؟ زيه زي الكارتليج او البريكوندريوم. الأوتر فايبرس لير فاكرين كنا بنقول بتتكون من ايه؟ طالما اسمها فايبرس يبقى ايه ها؟ دنس كونكتيف تيشو، دنس كونكتيف تيشو. وش معنى دنس كونكتيف تيشو؟ ليه كونكتيف تيشو ايه دنس اللي هو المكثف في الفايبرز؟ ليه؟ عشان يحمي لك ايه ها البون تيشو من اي ميكانيكال ستريس يقع عليه، من اي ستريس حركي يقع عليه. وزي وزي اي دنس كونكتيف تيشو بيبقى فيه كميه بلاد فيسل قليله. طب تعالى لي على تاني طبقه، الطبقه الداخليه الفاسكولار اند سيلولار لاير اللي من اسمها بيبقى فيها بلاد فيسل وفيها خلايا. يا ترى ايه الخلايا اللي موجوده عندي؟ والله لما خدنا الكارتليج قلنا ان الخلايا اللي هنا عباره عن
كوندروجينيك سيل اللي هي عبارة عن الكوندروبلاست. هنا بقى الخلايا بقول عليها الأوستيوجينيك سيل، ومن اسمها زي ما قلنا جينيك يعني المكونة، يبقى دي عبارة عن الخلايا المكونة للبون، اللي هي عبارة عن نوعين من الخلايا، اللي واحدة منهم اسمها الأوستيوبروجينيتور سيل والتانية اسمها أوستيوبلاست، وحناخدهم بعد شوية. خلينا أقولك إن الأوستيوبروجينيتور والأوستيوبلاست الخليتين دول على بعض حسميهم مسمى كده وأنا ماشية، إن هم اسمهم الخلايا النائمة. ويعني إيه كلمة خلايا نائمة؟ يعني في السياسة كده لما جاي يقول لما كسان دي يقولك الخلايا دي خلية نائمة، يعني إيه قصده خلية نائمة؟ خلية نائمة مش معناها إنها غير نشطة، بالعكس هي خلايا أو خلية قاعدة ها بتراقب الموقف، يقظة قاعدة كده بتشوف إيه الجو اللي حواليها عامل إزاي، بتراقب كل حركة بتحصل، وأول ما يجي وقت الحاجة إليها ها بتنشط عشان تقدر تقوم بالوظيفة المنوطة بيها. الأوستيوجينيك سيلز دول برضو خلايا نائمة في البول، بيفضلوا قاعدين ها ويراقبوا البعض، ووقت الحاجة إليهم بينشطوا ها عشان يقدروا يقوموا بالوظيفة بتاعتهم. يا ترى إيه وقت الحاجة إليهم؟ وقت تكوين البون ها؟ وأنا إمتى أحتاج أكون بون؟ أثناء ما البون بينمو ها في الطول وفي العرض، وأثناء ما بيحصل إيه؟ ريبير أو التئام لإيه؟ للكسور بتاعة البون. اتفقنا يا شباب؟ وخلينا متفقين ان الخلايا النائمة دول موجودين في البون في ثلاث اماكن فقط. اول مكان ليهم اللي هو مين؟ الانر فاسكولار اند سيلولار لاير بتاعة مين؟ بتاعة البريوستيوم، وهنشوف المكانين التانيين بتاعهم. تعال نروح على الغطاء الداخلي اللي هو عبارة عن الاندوستيوم، اللي هو زي ما قلنا بيبقى الغطاء الداخلي اللي محوط الكافيتي بتاع البون مارو او النخاع. يا ترى الاندوستيوم بيتكون من ايه؟ الاندوستيوم بيتكون فقط من سيلز وبلاد فيسل، يعني ما فيهوش فايبرز. طب السيلز اللي هنا اللي عباره عن ايه ها؟ ده عباره عن المكان الثاني للخلايا النائمه اللي هي الاوستيوجينيك سيل، اللي هي الاوستيوبروجينيتور والاوستيوبلاست، بالإضافة زي ما قلنا للبلاد فيسل. وخلي بالك البون ها من التيشوز اللي مليانة على عينها، على عينها بإيه ها؟ بالبلاد فيسل، وده عكس الكارتليج اللي بتبقى إيفاسكولار. اتفقنا يا شباب؟